مسكين قوي يا فتحي، بيحاول عيني يتعلق بقشاية، قالجالي عشان يساومني ويزغلل العناية. بس على مين؟ ده انا تربو بتاع كان غير اشطر. يا لعبك يا تربو. بس انت عارف ان ضابط طارق ده صعبان عليا قوي. ضابط شاطر بس الضربة جات له في مقتل. هنعمل ايه؟ روح ما بعدك روح، هو نصيبه بقى جه معانا كده. يا تاح بقى ما تقلبهاش بقى يا تاح. يا عم في ايه يا عم؟ كل واحد بياخد نصيبه. وبعدين يا اخي دي مش اي خطة، دي خطة العمر يا تاح. اه عشان خطة العمر دي انا الورق بتاع العملية دي شايله تحت جلدي في حتة الجن الازرق ما يعرفهاش. والله يا تاح انا عن نفسي من يوم ما عرفتك كل ترتيباتك الجن الازرق نفسه ما يعرفش عنها اي حاجة. يا راجل ده انت ممكن تخفي الجن الازرق نفسه. يا ابني الذين هتربوا. وعلى كده بقى نكلم سراج ونظبط معاه ميعاد ومكان التسليم ونخلص. بالظبط كده، احنا فعلا لازم نخلص بسرعة. الكل دلوقتي واخد الضرب على دماغه منفرط قبل ما يطلع لنا عفريت جديد ويفضل ينخور ورانا. عندك حق يا تربو، عايزين نخلص ونرتاح بقى ونتولد من جديد ونسيب العيشة مع فرطة دي. احنا تعبنا اوي اوي. اخذ الجن الازرق. طول عمرك وش السعد يا رانيا، واخبارك بتمتعني. طب عد الجمايل بقى، ده انت حتى بقالك فترة منشفها قوي. منشفها ده ايه؟ هو انت عتقة؟ ده انت زي المنشار. ليه كده؟ ده احنا حبايب، ده اللي ياكل لوحده يزور. وبعدين دي مش اي اكلة، دي اكلة دسمة جدا مجموعة عامر بحالها. جرية رانيا، ما يحسد المال لاصحابه. وبعدين مش سبق وعدتك بمنصب ومرتب ما تحلميش بيهم لما المجموعة تقع في حجري؟ ما هي لما دي انا ما بحبهاش. دلوقتي انا فرحتك، ما تفرحني، ولما يبقى يحصل يبقى فيها كلام تاني. حاضر يا رانيا، من عينيا والله اللي بجيبي ما في غيره، بس ما يغلوش عليكي. حبيبي يا غالي. يلا امي بقى شوفي حالك عشان عندي مشوار مهم لازم اعمله. اوكي، تصبح على خير. وانتي من اهل حياتي. باي باي يا روحي. ايه ما بتشبعيش؟ طماعة قوي. جرى ايه يا مختار؟ هو شكري عامل لك استراحة هنا وانا مش واخدة بالي ولا ايه؟ بيني وبينك يا قمر، اليوم اللي بعرف فيه انك هتيجي تطل علينا باجي جاري عشان امل عيني من جمالك ودلالك. والحمد لله مليت خلاص. مش قوي، بعيد عنك كل ما ملي كل ما اشتاق اكتر. طب اقول لك ايه، ما تسيبك من الاسطوانه المشروخه دي وخش للي مشغلك جوه عشان مزاجه عنب، خليه يظبطك. يظبطك؟ شكلك خارج متظبط ومتحين ومتدفع على الاخر يا معلم. عقبالك يا روحي لما تتدفى. تصبح على خير. وانت من اهلي، الف سلام. اخضر اجعل لك في كل خطوه سلام. باي باي. ايه اللي هدفك عليا السعادي؟ خدامك يا باشا، ما استغناش عنك ابدا. طمني سعادتك، في اخبار جديده؟ اخبار حلوه قوي يا مختار. شكلها هانت يا باشا. شكلها كده. اقعد خد لك كاس، عندي مشوار هروح اخلصه على طول وارجع لك. حبيبي سلام. روح يا شيخ، ربنا يفتحها في وشك ويوقف لك في كل مصلحه مصلحه مقضيه يا رب. وانتوا جاهزين؟ وانت بتسلم الورق، التحويل هيتم قصادك عشان تبقى مطمن يا سيدي. الدار امانه يا شكر بيه، ودي مش اول مره نتعامل فيها مع بعض. المهم ننجز يا سراج، الناس اللي بره مستعجلين. واحسن لنا نخلص سخن سخن كده، خصوصا ان طارق غار من سكتنا. طيب خلاص،
انا هرتب مع الرجاله بتوعي واخد منهم الورق وبعدين اتصل بيك ونتفق على ميعاد عشان نخلص كده. تمام فعلا يا طارق بيه، انت ليك نظر ما بتخيبش. احنا رصدنا اللي اسمها رانيا دي بتزور شكري فيلته، واكيد بلغته بالمطلوب زي ما ماهر بلغ فتحي. ده غير اننا اتاكدنا ان سراج هو الوسيط بين شكري وفتحي بعد ما رصدنا سراج وهو بيقابل شكري وبرهان. انا كنت حاسس بكده من ساعه ما فتحي راح لسراج الجاليري. اكيد دلوقتي طبعا سراج هيقابل فتحي يستلم منه الورق عشان يروح يسلمه لشكري وبرهان. كده الحكايه واضحه تخلص الطريقه بيه، وكل خيوط اللعبه بقت في ايدينا. انا مش عايز الثقه دي يا شريف، احنا بنلعب تعبين، مش عايزين نحس ان احنا مسكناهم لانهم ممكن في اي لحظه يفلتوا. والتعبان حلك الوحيد انك تقتله انك تضربه على دماغه. فالحل الوحيد مع الناس دي ان احنا نطب على دماغهم في لحظه التسليم ونمسكهم متلبسين. عايزك تعدي عليا بكره في الجاليري فتحي. اه عشان نتفق ونرتب عمليه التسليم. لا اطمن العميل جاهز. يعني انت تسلم هتقبض حقك وحق رجالتك على داير مليم. ماشي. سلامة فتحي. لسه برضو ناوي تسلم غلام رقبة فتحي؟ ما دام هنفضها سيرة وهنعتزل يبقى هي دي اصول اللعبة يا أميرة. وبعدين 3 مليون دولار مش شوية. يعني يستاهل نبيع فتحي وابو فتحي كمان. طب وانا؟ انتي حضرتك هتخلص وتاخد الفلوس وتقفل الجلبي وتسافر. طب وانا هفضل كده متشعلقه في الهوا؟ ده برضه كلام يا اميره. انت مننا وعلينا، ما تخافيش انا هبغددك وامن لك مستقبلك قبل ما اسافر. طول عمري عايشه في خيرك يا سراج بيه، وانا مش هخلي بيك ابدا يا اميره. بس انا اخلص واهبط وقبل ما فارق البلد دي هظبطك. طول عمرك ابو الكرم يا سراج بيه. طيب ارتب انا بقى يا نفسي مع ونيم. الو يا غنيم، طمني عليك. في خير ونعمه باشا، ومش ناقصني غير سؤالك عليا. اه عارف مسافه الطريق يا باشا. ايه النظام يا غنيم؟ سراج عايزنا عشان نرتب ليلتك كبيره. يعني هنقفش ونتبغدد وهندوق المهلبيه بالقشطه، وغير كده بقى هشفي غليلي وانا بقطع من جتة فتحي بالحته. جات لك على الطبطاب يا شر خلق الله. يلا عشان ما نتاخرش عليه. يلا. ازيك يا كارما؟ هاي. ايه؟ عشاء قصرت لغاية هنا ولا ايه؟ تفضل. تفضلي. بيتك يا دي، تفضلي. ايه؟ عاملة ايه؟ أنا الحمد لله كويسة. أنت عامل ايه؟ أنا الحمد لله خلصت العملية اللي كانت في إيدي وبدأت أفوق كويس. بس غريبة، يعني شكلك مش مبسوط. لا بالعكس، أنا ما صدقت إن ده يحصل عشان أفوق فعلا زي ما قلت لك ونعيش حياتنا بقى. ونعمل اللي كان المفروض يتعمل من ساعة ما تقابلنا. اللي هو ايه بالظبط؟ هتجوزك واخدك بعيد نعيش في مكان تاني من غير ما حد يعرفنا ولا يهددنا.
طب انت متأكد انه ماضيك مش هيطاردني يا فتحي؟ انا هعمل حسابي على كل حاجة. صدقيني يا كرمة اللي جاي احسن. رغم ان انا كنت مستنيه اللحظه دي من زمان، بس مش عارفه مالي، قلبي مش مطمن يا فتحي. اطمني يا كرمة وجهزي نفسك عشان كلها كام يوم وهنتجوز، واختاري احسن مكان في الدنيا عشان نعمل في شهر العسل. مالك يا كرمة؟ ابدا مفيش، بس زي ما تقول كده الطبع غلاب، لما بنفرح شوية زيادة بنقول خير اللهم اجعله خير. ده اللي انا حاساه دلوقتي، خايفة افرح مش عارفة ليه. رغم ان انا كنت جاي النهارده عشان خاطر افرحك، لكن مفيش مانع ان احنا ناجلها. اللي خلانا نصبر كل ده مش هنصبر الكام يوم دول، بس انا ليا شرط. اول ما نتجوز مش هسمح لك ابدا لا بحزن ولا بقلق ولا بخوف. انا بقول لك اهو دلوقتي عشان تبقي مستعدة. يا ريت يا فتحي، يا ريت ربنا يقرب البعيد بقى. خلاص يا كرمة ما بقاش بعيد، بقى قريب قوي يا حبيبتي، وربنا يعوضنا على كل اللي شفناه.